أداب الله هودي وقربي شربات تشربي ونلم الشام على المغربي على باب الله هذا الله هذا المقطع هذا المقطع أنا رحت منتبه زي مرة واحدة زي ما مشهد كده بقول لك كأني حرب من 20 سنة مفيش حرب يعني دي جميلة وكل جمال وكمان طبعا ما شاء الله شغل حضرتك كله ولكن استقبال الجمهور ليها في ندوات حضرتك وانا اشهد بذلك كان بيبقى يعني استقبال صحيح صحيح وتلحقني بعد كده لحن العبقري الله يرحمه عمار الشريعي ومتغلب تحت الليالي المحمديه في الاذاعه المصريه وشارك في غناء عن الحجار ومحمد الحلو وامل ماهر ومحمد العزبي وغدا رجب يعني مجموعه من اجمل الاصوات المصريه. حضرتك تركيز على جماهير متعدده ويعني كلمه وبلاد وشعوب أنا كاتب قصيدة ضمن ديوان انتحارات العرب عن الإمام فاكتشفت هذه القصيدة من خلال المستشار الثقافي المصري هناك في زعبل وتم ترجمتها تلحينها بالعربي وبالتبليسي ودعوتي لتكريمي في ثلاث مدن في أوزبكستان تشقن بالعاصمة وأمرا أوزبكستان أمرا تشقن ثم مقارنة بسهولة الإمام